هالشليل بليتيني بالتخمام نتمشى وسط ظلام بسفر بلا قنديل مهدود الحيل نعفر في ليام طريقي مليه رسام يا ويلي ويلي يا ويل خايف نقول عيت وانا يعد بديت ويام مغبون سهران الليل 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 ويا ليلي يا ليل وسهمي يا ليل دوي جحي يا ليل ويا ليلي يا ليل فجهمي يا ليل وسي دمعي يا ليل ويا ليلي. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ في امل الله نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله ويلقاكم هذا الفيديو. اليوم جيت ندير معكم كيكه كتجي رائعه وكنديرها المهم بقاو معايا حتى الاخير حطاب. المكونات سهله متواجده في كل بيت. المهم بلا ما نقول المقادير نقول لهم وانا كنخدم. غادي نديرو 3 ديال البيضات عندي، نديرو معاهم واحد شويه تاع الملح وكاس ديال السنيده. غادي نخلطو الكل ما غندير فانيليا. غادي نخلطو مزيان حتى تيتبدل ديال اللون هاد البيض. المهم غنزيد عندي كاس ديال الحليب انا وكاس ديال الزيت. المهم البنات دابا بنفس القياس اللي تنعبروا به الزيت والسكر والحليب غنعبر به الطحين. غندير الكاس الاول وغادي نديرو وغادي نغربلو غادي ندير مع 15 غرام ديال الخميره عندي هنايا ديال الحلوه. وغادي نخلط شويه، المهم نخلط ندمج كل شيء وغادي نزيد الكاس الثاني
غادي نزيدو الكاس الثاني. وغادي نخلط من فوق حتى لتحت. هانتوما معايا غنزيد الكاس الثالث، المهم ثلاثة ديال الكيسان كتهز هاد الكيكة. نفس العبارة كلشي اللي عبرت بيه الزيت وكلشي غنعبر بيه حتى الطحين. وغادي نخلط الكل مزيان. المهم البنات هانتوما كتشوفوا العجينة ديال الكيكة هكايا كما العادة، ديما كلشي كيعرف يدير كيكة. اي انا بغيت نتقاسم معاكم حد. غادي نجيب هاد المول هذا، انا دهنتو بالزيت ودرت له طحين، وغادي نخوي نصف الكمية هنايا. المهم البنات انا بغيت ندير لها الشكلاط ديال الدهن، غندير لها شويه ديال الشكلاط ديال الدهن هكايا، غندير لها الطومي هنايا هكا بهذه الطريقه. كتعرفوا الدراري كيبغيو الشكلاط، انا عندي متوفر هذا ديال الدهن. وغادي نخوي عاود النصف الاخر هالطريقة. المهم البنات انا ما بغيتش نخليها هكا، حكيت هنايا واحد التفاحة هانتوما درت لها هكا حكيتها، غادي نديرها من الفوق هي بشويه تحطوها هكايا، كتجي رائعه في المذاق بهذا الشكل هذا. جربوها. ازماني يا زماني يا زماني، هذا التفاح محكوك. التفاح والمفاح يا قاضي يفتح. المهم درت لها هكايا التفاح، غادي عندي واحد شويه ديال الكاوكاو مهرمش، غادي نديرو فوق منها هكا. خلاص كنت المبتر شتي دابا شتي بغا يخسر لي الفيديو. شنو كاين شي واحد كيدير بالطيح؟ عصير البطيخ كيديرو لداخل. غادي ندير واحد شويه ديال السكر هكايا باش ملي كطيب كتجي مذهبه وصافي. دابا غادي راه عندي الفران مشعول على 160 درجه، لان راكم عارفين الكيكه ما كتبغيش العافيه مجهده، وغادي نشعل عليها من التحت، ومنين نشوفها تنفخت وطلعت غادي نشعل عليها من الفوق، وان شاء الله نتلاقاو باذن الله. تفكروا الفقران 160 درجه عندك كنت نساويها البنات. ها انتم الكيكه ديالي كي جات الكيكه ديالنا وقف لي كده لما ندرس عرفتي غنقطها بطوط لي البنات. ها انتم كتشوفوا الكيكه ديالي كي جات بفش في الشارع عم سيدي ومقاده الكيكه ديالو قال لك يلا وداك الشيء على حقه وطريقه ما فيهاش المزاح. دابا عاد كمل سميتو اللي بغيتي زوينين. يلا هانتوما كتلجوا، نتمنى من الله يعجبكم. انا درت لها شويه ديال فيديوز ديال الشكلاط من الفوق، وهانتوما كتشوفوا الكيكه. نتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو وينال الاعجاب ديالكم، وتبارطاجيوه مع الاهل ديالكم والاصحاب باش تعملوا الفائده. راه ماشي شي حاجه، الكيكه كلشي كيعرف يديرها، هي بغيت نتقاسمها معكم وصافي. ما تنساوناش من الاشتراكات واللايكات، الله يرحم الوالدين. ايوا هادشي اللي غنقول لكم البنات، ونخليكم مع فيديو جديد ان شاء الله.